زمالك مدرب كابتن معتمد جمال، اتمنى له كل التوفيق طبعا ان شاء الله، ربنا ان شاء يوفقه الله الفتره الجايه. عليه ضغوط كبيره جدا. وعليه الناس مستنيه تشوف معتمد جمال هيعمل ايه خلال شهر 12. انا اتمنى ان كابتن معتمد جمال يكمل لنهايه انا الموسم، بقول ان هو هو يكمل يستحق الفرصه. طبعا، انا بقول لك ايمو ان هو يكمل يديله فرصه لحد يعني، لو ان مش شاء عارف الله باذنك يا رب. ليه بيستعجلوا على المدرب المصري؟ ما هو يعني يدوا فرصه للاجنبي ويصبروا عليه بس حتى وهو بيغلط وبيفشل تمام. وبيخسر. بس اقول لك حاجه، قول لي للزمالك بالذات الفتره الاخيره، السنه الاخيره ما فيش لا بطولات ولا في اي حاجه، ونتائج وحشه جدا. مش ما مع هيقدروا مدربين يصبروا، اجانب. ما هو في الاخر المدرب الاجنبي مشي برضه. طيب يعني هم حتى الراجل ده اللي يعني مشي كابتن معتمد اشتغل في ماتش في ظروف صعبه قوي في ماتش بيراميدز، تمام، وغيابات وبيلاعب فرقه تقيله وكاس اقوى مصر اقوى قبل فرقه في نهائي، مصر. وقدر الحمد لله يعدي المباراه. اسم الزمالك لوحده يتقل اي مدرب طبعا طب. طبعا، ويديك ثقه كبيره جدا. انا بشوف ان الكابتن معتمد عنده فرصه كبيره جدا خلال الشهر ده كله في ماتشات دوري وماتشات افريقيا. صح، هي دي بقى اثبات الذات اللي بنتكلم فيها، هي دي اثبات الذات. عنده بس غيابات كتيره بكره ولاعيبه موقوفه، فتوح وصبحي والزناري، وعنده حسام عبد المجيد متعور، وعنده محمود علاء متعور، وعنده مصطفى شلبي متعور، وعنده عبد الله جمعه، يعني عنده حتى في خط الظهر كتير جدا كتير جدا متعورين. بس هو عنده برضه نفس المجموعه دي اللي لعبت في ماتش بيراميدز تقريبا، في مجموعه لعبت في ماتش بيراميدز. يعني عنده ما عندوش عنده مشكله في الخط الهجومي. عنده المسلوسي، عنده عبد الغني، عنده محمد طارق، محمد طارق، في عمر جابر يلعب باك رايت، في سيد نيمار، في والمسلوسي كده كده ما شاء الله، عبد الشافي ناحيه الشمال، وحاتم سكر. المسلوسي حسام احسن لاعب في الفرقه كلها هو زيزو الفتره الاخيره. طب يعني انت لو حطيت تشكيل الزمالك تحط مين بكره؟ تاخدها من عواد، من حارس المرمى عواد، عواد المسلوسي، لعب المسلوسي باك رايت ولا مساك؟ لا لعبه مساك، مساك مساك جنب عبد الغني، جنب عبد الغني، جنب عبد الغني. وباك رايت سيد نيمار ولا عمر جابر؟ عمر، عمر، عمر. وناحيه الشمال ممكن استغله قدام، ماشي. ناحيه الشمال يبقى عبد الشافي طبعا، عبد الشافي، عبد الشافي قلب ملعب دونجا. ممكن تلعب باثنين ديفندر ولا واحد بس؟ لا واحد، العب بثمانيتين دونج وزيزو. مين ثمانيه زيزو التانيه؟ اوباما، ممكن اوباما، زيزو اوباما. حلو، ممكن تشكيل حلو. ممكن شيكابالا، وممكن نضاي، وسيف، وسيف الجزيري. حلو يا جعفر، طبعا ممكن يبقى مدرب كويس. لا إيه، بس انت كده بتلعب بشكل هجومي. ما انا بلعب، معلش، اول ماتش ليا في الكونفدراليه، الكونفدراليه، وعايز اكسب، وعايز اكسب، وعايز ابين ان انا داخل بقوه، ان انا داخل انافس على البطوله دي. ايوه، فلازم اعمل اداء كويس ونتيجه كويسه. طيب، يعني انا بشوفها، لان كمان اوباما ما شاء الله وزيزو عندهم الحته الدفاعيه الهجوميه قويه جدا طبعا، والدفاعيه كمان ما شاء الله عندهم القدره ان هم يروحوا ويرجعوا. يعني زي كده بكره 4 3 3 ولا 4 1 4 1؟ بشوف 4 3 3 4 3 3 يعني زيزو واوباما، واوباما يبقوا 8-2. لو مش هيلعب شيكابالا يبقى يحط رؤى، يكمل بقى برؤى، يلعب يعكسها بقى رؤى ولا السيسي، انه كان ماتش بيراميدز لاعب بعمر السيسي ودونجا الاثنين. ممكن يلعب السيسي اللي يبقى عنده الحته الدفاعيه والهجوميه، هو الزمالك بيعاني من الحته دي عامه. السيسي افضل في الحته يعني الهجوميه شويه. بص، هو رؤى ودونجا والسيسي الثلاثه سته مش ثمانيه. ايوه، خلينا مقتنعين ان هم حتى في انديتهم. بس ممكن تلعب باثنين ديفندرين، ممكن بس اعتقد ماتش ابو سليم الليبي ما يستحملش. عشان كده، عشان كده بقول تلعب باثنين، يعني واحد بس، ويبقى الناس زي ما انت بتقول تزيد. صح، يبقى عندك دونجا، ولو يدي بقى للسيسي ان هو يزيد براحته، واوباما موجود معاه، وزيزو وسيف ونضاي. ونضاي، صح. مصطفى شلبي غيابه مؤثر برضه، ان كان وصل لمستوى مميز جدا مع الزمالك، كان جناح شمال عمل جبهه كويسه جدا. خد بالك كمان انك هو مؤثر، لان ممكن عبد، يعني عبد الشافي طبعا ما شاء الله ما شاء الله، يعني انه ساعات حتى الراجل قصاده كان بيلعب ابراهيم ضايف، لعب باك ليفت ساعات، كان بيرجعه الفتره الاخيره، كان بيرجعه باك ليفت، لان ما عندكش حتى باك ليفت. حتى حاتم سكر الصغير ما اعرفش موجود ولا لا. موجود بس هو ساعات تقريبا ماتش اللي هو بتاع افريقيا ده ما بقاش يلعب زي الاول، ما بقاش يشارك يعني.